سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم. أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3W.الحياة.فم. كالعادة برنامج سبيسيال تنس يجيكم كل نهار حد بداية من 5 متاع العشية، عودة لحصاد الأسبوع وآخر أخبار كرة المضرب وأخبار أبطالنا في مختلف المسابقات. حصتنا اليوم باش نسلطوا الضوء على أنس جابر والسفر إلى مالبورن، تأكيد مشاركتها في دورة أستراليا المفتوحة، كذلك العودة إلى المقابلة الثأرية وهزم كيفتوفيا المصنفة 21 عالميا، وأخيرا العودة إلى دورة المنسير الدولي للتنس وتألق اسكندر المنصوري وتتويجه باللقب. هذا الكل مع رئيسة الجامعة التونسية للتنس مدام سلمى المولي. مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة تفهم. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين حياة تفهم. مرحبا بك مرة أخرى مدام سلمى المولي، أكيد عودة لحصاد الأسبوع والبداية ستكون بأنس جابر والسفر إلى ملبورن وتأكيد مشاركتها في دورة أستراليا المفتوحة. يعطيك الصحة أنس، كما تعرفوا كان سافرت أستراليا منذ توا أكثر من أسبوع، وكانت خاضت في الدورة الأولى لدورة سيدني، كانت لعبت دورة سيدني اللي مالوغوزمون في الربع النهائي كانت جاتها إصابة صغيرة في مستوى الظهر، والحمد لله تعافيت منها كيما بلوكاج صار لها في ظهرها، وهذه دورة سيدني دورة ذو 500 ألف دولار. الحقيقة الجوز مباريات اللي ربحتهم كانوا مباريات كبار، كانت ربحت المصنفة 21 في الدور الثاني اللي هي كما نعرفوا كانت الثانية عالميا، واللي هي لعبة من أكبر اللاعبات في كرة المضرب اللي كانت في يوم من الأيام القريبة القديمة معناتها هي دوزون هكاكا لعبة ثانية عالميا. اليوم أنس في أستراليا نجمو كان نتمناو لها بون شونس، نجمو كان نتمناو لها تألق كما عودتنا باش تهز لنا الراية وباش تكون في الموعد ان شاء الله في هذه الدوره اللي هي دوره كرون شلي من اكبر الدورات في العالم، وهذه اول دوره تصير في السيزون 2022. واكيد مدام سلمى انه المواجهه الاولى بالنسبه لانس جابر مع دياز المصنفه 68 عالمين في الدور الاول، وهذه المره الاولى اللي تتوجهها في انس جابر للعبه الاسبانيه حيث تتواجد نجمه التنس التونسيه على راس القائمه التاسعه في الجدول الرئيسي للبطوله، اكيد انه اول مواجهه مع الاسبانيه، ان شاء الله انس جابر تكون في الموعد كما عودتنا. يعطيك صحة، احنا اليوم راهو كي نلعبوا في الكرون شلام اللاعبات كل المصنفة 20 ولا 60 ولا 70 هما لاعبات قاموا بتحضيرات كبيرة، هما لاعبات معناتها جاهزات باش انها يربحوا، هما لاعبات حاطين في قلوبهم باش انهم يكسبوا لاعبات مصنفات اكثر، دونك في كل دور باش تلعبوا انس يكون دور صعيب. اليوم احنا في كرة المضرب كي نحطوا في المستوى هذه ونحكيوا على كرون شلام ونحكيوا على تابلو فينال، كل لعبة عندها تحضير خاص، كل لعبة معناتها عندها مؤهلات وعندها كفاءات، دونك أنا الحقيقة ما نغدرش نغدر النيفو دو جو نتاع اللعبة، نتمناو احنا ديما اللي اللعبة نتاعنا تكون جاهزة، تكون حاضرة بدنيا ذهنيا وكذلك سور لو بلان تكنيك، معناتها تبدا حاضرة، وإن شاء الله كان أنت تبدا حاضرة باش تقدم في التورنوا هذا اللي يسمى ان تري تري غران تورنوا، وكل دور تربحوا معناتها كل تور تربحوا في بوكو دو 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 بوان، وزوما الدورات اللي اللاعبين كل يحطوا كل القدرات تاعهم ويعطيو ما عندهم على خاطر في الدوره هذيا باش تصير الفارق بين اللاعبات، التصنيف باش يتبدل وعباد باش تطلع في التصنيف وعباد باش تيح في التصنيف. احنا بعد ما شفناها في السيدنية الحمد لله كانت اون بون فورم، كانت دون سا بول، كانت وراتنا انس اللعب نتاعها الباهي الكل كانت وراتو. نتمناو في استراليا الاوبن ان شاء الله تكون اكثر موتيفاسيون، تكون اكثر ديتيرميناسيون، وتكون هي ذهنيا حاضره وتفرحنا كيما عودتنا.
أكيد إن شاء الله تفرحنا، وذاك علاش العودة إلى المقابلة الثأرية وهزم كيفتوفا يعني المصنفة 21 عالمي. نعرفوا أن أنس جابر انهزمت مع اللعبة 3 مرات، أنس جابر اللي دخلت بقوة في المقابلة اللي دامت تقريبا ساعة و22 دقيقة وفازت عليها بواقع 6-4 6-4، وتعتبر المواجهة الرابعة. وأنس جابر ثأرت لنفسها وهزمت كيفتوفا اكيد المصنفه 21 عالميه. صح، قلت لك انت سيدني كانت ماشيه دون ان بون باركور. تعرف في التنس معناتها وفي اي رياضه وسيرتو في التنس اصعب حاجه هي الاصابات، واليوم معناتها الاصابات يجم يجيو من الارهاق، يجم يجيو ان فو موفمون، معناتها كيما انت البلوكير صار ان فو موفمون، يعني تنجم ترمي كره باش تسرف يدك يشيلك ان فو موفمون، معناتها بو توجور اريفي. سيرتو اللي معناتها في سيرفاس رابيد في الجرين سيت يلعبوا فيه، معناتها الكره معناتها الي رابيد لي ديبلاسمون، دونك هذاك عليه احنا ديما اون دو فير اتونسيون. وهي معناتها قد ما تكون جاهزه بدنيا قد ما الي فيت بيان سور توت سي بليسور، مي اليوم ما نجموش نخبيو انه برشا لاعبين كبار وكما تشوف خلطوا في ادوار كبيره، لكن مالوغوزمون سور لو بلان معناتها بليسور معناتها تصير حاجه حتى يتعثر. دونك احنا اليوم الحمد لله الحمد لله، معناتها الاصابه نتاعها كانت صغيره وشفتوها وقت الماتش، معناتها بعد 6-4 كانت منهزمه، الا ريكوبيري ما كملتش، خاطر كان كملت يمكن كانت تكبر الاصابه اكثر. نتمناو تكون جاهزه سورتو معناتها بدنيا في استراليا اوبن، تكون مركزه ذهنيا. الحمد لله أنا شفتوا اللي في الفتره الاخيره تحسنت مليح، عندها فارياسيون جو اليوم في العالم نجم نقولوا انت لعبه رقم واحد. معناتها انا كي نحكي مع زملاء نتاعي في الاتحاد الدولي يقولوا لي راهو سي لا شول جوز كي فاري سون جو، معناتها انت كيما تلعب لك كثير تلعب لك طويل تلفتي لك تعمل لك امورتي دروب شوت، معناتها الحقيقه الا ان جو فاريي، معناتها عندها لعب يفرج، يعني عندها بلافيسونس دو سون كو دغوا تلعب لك الكوبي تلعب لك ليسي. الحقيقه صعيب ترقى بنات اليوم في المصنفات العشره الاوائل اللي صنفوا كي انت، معناتها اليوم انت لازم نقول لك الاولى عالميا في تصنيف اللعب، معناتها لا ستيل دو جو اونيك، معناتها هذاك علاش احنا متفائلين ونعرفوا السنه باش تزيد تحسن اكثر في التصنيف تاعها، حتى كان تقارنها باللاعبات اللي اليوم يمكن مصنفين اخر منها كانت انت ربحتهم. المهم لا ستابيليتي ايموسيونيل، ما تدخلش في ستريس، تركز كل ماتش، احنا عندنا ثقه في الطاقم الفني نتاعها قاعد يخدم معاها قاعد وراها، سيي لو سيركوي حفظناه، ماهيش اول مره تلعب في استراليان اوبن، سيي دخلت ضمن العمالقه، سيي تلعب في التابلو فينال، انس ولا يقرا ولها حسابها، ما عادش قبل نلعب ضد هذيك اليوم هما اوف اون فا جوي كونتر انس، اليوم يحذروا لها هذاك عليه اليوم ما تكون اصعب، خاطر انت قبل كانوا بتتر كانت 40 و30 و20 ما يتهمولهاش وكانت تربح اللاعبات العشره الاوائل، اليوم ضد العشره الاوائل والعشره الاوائل راهو يحضروا لهم اللاعبات عدد 20 و40 مثل لابيلا ولا 50 محضره بصراحه مع انت. دونك احنا نجمو نتمناو كان انت تبدا في التوب فورم نتاعها، تبدا ستابل ايموشنيلمون، با دو ستريس با دونكيتي، ال سونجاج دون سون جو، الفاري سون جو، وان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه الأنس جابر اللي عودتنا بالتألق نتاعها في كل المسابقات والتظاهرات. باش نختموا مدام سلمى بالدورة المنسير الدولية للتنس من فئة 25,000 دولار اللي تألق فيها اسكندر المنصور اللي توج بهذه البطولة الأولى من نوعها في تونس، بما أن من فئة 25,000 دولار، وذلك بعد الفوز في الدور النهائي على اللاعب الإيطالي جوفاني بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 6-4. ونذكروا أنه المنصوري كان أزاح في النصف النهائي المصنف الأول للبطولة مواطن عزيز دوغيز بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-1. قبل ما نحكيه على دورة نسيت باقي ماذا بيا نذكروا لمحبين الكرة الصفراء اللي جامعة تونس للتنس ديما تنظم في الدورات أبار الدورات الوطنية اللي قايمين كل ويكاند كو سوسوا بور لي كريتيريوم الصغار ولا الكبار، كذلك احنا الجمعة هذية تحديدا في الحمامات ننظموا اي تي اف جونيور دورة الاواسط، وجوست بعدها عندنا الاي تي اف جونيور نتاع حمام سوسه، وتونس تنظم 10 دورات اي تي اف جونيور. الدورات هذوما يقولوا للاعبين نتاعنا
من اللي عمرهم اقل من 18 سنه باش يحسنوا التصنيف العالمي. والدورتين هذوما جراد 2 يعني دورتين يجيو فيهم لاعبين مصنفين في المية الاوائل. دونك نتمناو بون شونس للفريق بالاحسن اللي دوم دخلك التوب 100. نتمناو كذلك للوثلاتي، نتمناو للوليدات الصغار نتاعنا الكل اللي 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 الحمد لله في الظروف هاو صعيبه. وعندنا دورات هوني في تونس بيان سور، دورات هذوما قاعدين يتقاموا بدون جمهور وبتطبيق بيان سور البروتوكول سانيتير. الجمعه اللي فاتت اسكندر منصوري اللاعب اللي يخدم في خفاء، اللاعب اللي ما يحكيش برشا، اللاعب اللي عنده مؤهلات كبيره، اللاعب اللي الحقيقه بزاف كيفاد بالكوب دافريك دي ناسيون، اللاعب اللي ما شاء الله ما تقاعد يتحسن من اسبوع لاسبوع من فتره لفتره. كان كسب دوره 25000 الثانيه الاولى اللي نظمناها في المونستير، وكذلك كان في النهائي مع زميله الواقع هذا كذلك لاعب واعد. والجمعه هذه كذلك تمنى لهم التوفيق كل الوليدات. احنا كجامعه وفرنا لهم دورات، احنا كجامعه ناخذ فيهم الوليدات هذوما اون شارج في الـ في الـ في الـ في الـ في المناستير. نتمناو الحقيقه سلطه الاشراف معناتها باش يكون عندنا نقاش معاهم باش انهم ياخذوهم يعملوا لهم ان كونترا اوبجيكتيف كما ياخذوا اونس، خاطر هذو لاعبين واعدين. وكما تعرف الموارد اليوم نتاع الجامعه ما عندهاش باش تقوم بكل اللاعبين وخصوصا اللاعبين هذوما الكبار ومعروفه دور العالم الكل. يقول لك سي دي جوار سيبخين اون شارج وحدهم، احنا ما يسالش عاوناهم عماول وتعماول وسنابش نعاونوا كيلكو جوار اللي بتاتر هكا اعانات صغار كيما ما فماش دورات في تونس. مي احنا سنا بيان سور سهلنا لهم المهام وباش نعملوا دورات 25000 مش كان الاربعه هذوما، كل اربعه 15000 عليها واحد 25000 دونك يجمعوا حتى ما يتنقلوش ويلعبوا كان في تونس. هذاك عليه احنا اون لي برون اون شارج في مونستير، وانا مشكورين ماجيك اوتيل سامحني جبت اسمهم مش للاستشهار نشهروهم، لكن اليوم لولا هذه الشركه الكبيره معناتها اللي دخلت اون كولابوراسيون مع الفيدراسيون وقاعدين ننظموا في سلسله من الدورات احنا الاوائل في العالم. هذا اللي خلى اولادنا يحسنوا التصنيف، هذا اللي خلى اشعاع للعبه، هذا اللي خلى عدد المجازين يكبر. دونك اليوم احنا قعدنا نلوجوا في سبل النجاح، والحمد لله ثقة لي بارتنير نتاعنا وثقة المستشارين والاستراتيجية اللي حطيناها قاعدين اليوم اون ريكولت لي فروي معناتها دو سيت انفستيسمون. وان شاء الله الجمعة هذا زادا اولادنا يخلصوا للفينال وتكون فرحة كبيرة ان شاء الله. ان شاء الله مدام سلمى، اكيد استراتيجيه واضحه ويعطيكم الصحه. بصراحه الجامعه قاعده تقوم بعمل كبير برشا، حتى المستشارين الكل توجهوا لعالم التنس والكل اللي قاعدين يعاونوا فيكم، بصراحه ممتاز جدا اللي قاعدين تقوموا به خاصه في الرياضه هذه اللي قاعده تتقدم، واغلب توا التظاهرات مسابقاتكم قاعده تقوم يعني في تونس. احنا اليوم ثقه الاتحاد الدولي ونعاودوا نقولوا الحقيقه ملي تمسكنا الاتحاد لوجنا استراتيجيات. اليوم باش نكونوا واضحين ونكونوا صريحين مع بعضنا، راهو مهم برشا باش انه يمسك اتحاد لاعب ولا عبد يعرف اللعبه ولا عبد مارسها ولا عبد عاش التيران. اليوم ما تعرف قاعده تسيس شويه الرياضه، قاعدين يشدوا عبيد لاهداف اخرى وليس لاهداف للرياضه. واليوم مالوغوزمون اللي يخدم للرياضه الرياضه نشوف برشا جامعات اخرى زاد الحقيقه قاعده تتطور وتتقدم. اليوم بتاتر معناتها اللي ان بو كريتيكي الحقيقه بلادنا تمر بظروف صعبه الحقيقه في الفتره هذه الفتره فما ان كريز سانيتير فما ان كريز ايكونوميك في البلاد. اليوم ما قعدناش مكتفين الحقيقه كما قلت لك ثقه الاتحاد مشينا عطاونا دورات جربونا من الاول بزوز وثلاثه راه ومن بعد بشويه زادونا تطبيق للبروتوكول اللاعبين معناتها في ظروف طيبه لا بروكسيميتي الشمس تونس بلاد قريبه للبلدان نتاع العالم كله قريبه لاوروبا نسير النزل مقابل على ساقيهم يجيو من المطار. اليوم الحقيقه زاد رقيت اقبال كبير من جهه الساحل معناتها نجم نقولوا دورات قاعدين نقوموا فيهم ما بين سوسه ما بين مسير. اليوم الحقيقه معناتها ونقولها بصوت عالي كرئيس جامعه هروب من الحي الاولمبي لليوم ملاعب حاله لليوم معناتها ما عادش فما استقبال كبير لليوم جيتار عم يقول لك
النهار بمليون، تجي تنظم دوره وطنيه دوره دوليه تقول منين وين ماشيين اليوم. اليوم نقعد نشجعوا النخبه، نقعد نقولوا ببنا محلوله. اليوم جايه مدام سلمى عندكم الموارد، خذوه رنوه عودوه كبروه اعملوا دوره الان. قاعدين نراو في دي باسين، قاعدين نراو الناس تغزر قدامها، الناس مش قاعده تغزر الون تيرم. وليوا هكا خايفين كنا باش نحيوا لهم رزق من رزقهم، هذاك راهو مالك الدوله، هذيك راهو مجعول للنخبه، هذيك مجعول للاشعاع، هذاك الكبر مجعول بالشعب يتقام فيه دوره كبيره. شوف نهار كي حبينا باش ناخذوا نقابه وعبيد تعمل في المشاكل وعبيد سلمنا في هذا الكل. ما اما باقي راني باش نقعد ندافع وباش نقعد نسيح وباش نقعد نقول اللي ملاعب المنزل لازمنا ناخذوهم. وان شاء الله بثقه سي كمال، سي كمال وزير الرياضه باش يقف معانا وباش ناخذوهم بي بي بي، على خاطر هذاك ماهوش رزقهم هما اللي اليوم قاعدين يحطونا لي باتون دون لي غو. هذوما جماعه النقابه اللي هما متنعشين من ملاعب كره المضرب في المنسى، اللي هما حالين نوادي، اللي هما قاعدين يعملوا في لي كوبخ ولي 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 ولي. اليوم نحكيو على الفساد ونحن اليوم ضد الفساد، واليوم إلي تان دو ريغاردي كيس كي ان تران باسي. اذا كان تجبد دوسي هكا يوليو الناس الكل يجيو ضدك، على خاطر معناتها احنا نخمو في مصلحه البلاد، احنا نخمو شنكون دوره كي باش نعملها 250 الف دولار. الانس جابر اللي اليوم في الدول المتقدمه يلحلحوا يجيو للجامعات ويعطيهم فلوس يقول لهم اعملوا دوره هذيك بور لا فيزيبيليتي. اي روتومبي من بعد نتاع الدوره اربع مرات قد ما نصفوه. اليوم الجامعه رقات موارد باش ترن الملاعب باش تاخذ ملاعب منزع، يقولوا لك اي وبعد يمشي المسؤول هذاك يقولوا لك لا، وبعد قلت اي وتاع النقابه تجي تقرب لك قدام باب الوزاره كيفاش الوزيره قالت اي وكيف الوزير قال لا. مشينا الرياضه اليوم كان نقعدوا في الاماتوريزم ونقعدوا نعملوا في تطوير اللعبه والرياضه بوختوس السبور بوختوس ونمشيو ميسالش حميسالش او موان بالسبور بوختوس نحسنوا زاد شويه اخلي لي جون يبون براتيكي لو سبور ونحسنوا زاد شويه سبور سكولير. ايش تحكيوا على رياضه النخبه؟ رياض صخبه جامعة عندها موارد، قلت لكم اعطيني ارض باش نبني وباش نعمل ان كومبلكس اللي باش يقعد الدوله. خي انا شكوني سلمى المولي؟ انا نمثل جامعه، انا اليوم نمثل جامعه تونسيه للتنس. شكوني جامعه تونسيه للتنس؟ ما جامعه تونسيه للتنس ترجع لسلطه الاشراف ترجع للوزار. وشكون السونتر هذاك للسيتي المنزل ملعب الاولمبي كيما الفوت ملعب حاشاك ما 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 يعيط معناتها اليوم لازم يترنم كيما التنس كيما القبه كيما كيما. اليوم جاوكم بريفي، جات جامعه عندها فلوس قالت لك اعطيني نقدوا ولات في 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 مشاغل ومشاغل. احنا نحبوا غادي لا بروكسيميتي وليت سبورتيف، لا بروكسيميتي تاع سونتر ميديكو سبورتيف، بحذا بحذا لي فويي، بحذا سونتر ديليت. انت اليوم مي سي نورمال، اليوم جامعه تونسيه للتنس مشيت للساحل لقات بيبان محلوله، لقات وصلت تبني لي تيرانات، لقات مستير، لقات سوسه، لقات دي شين اوتيليير تخدم، لقات عدد النوادي قاعد يكثر. هذا هو هروب الجامعه التونسيه من هنا. متشكرين نوادي تونس معناتها نادي التنس بتونس تقوم فيه الدورات، نادي التنس بالمرس فمش نادي. انا الحقيقه احنا كجامعه نمشيو لكل، لكن مساكين يدربوا ولادهم كل يوم ما عندهمش طاقه كبيره. فهمت اليوم طيحه فزع وباش نقعد في كل مداخله نعمل طيحه فزع. واضح مدام سلمى، شكرا ليك على كل الاضافات الكل وعلى الاخبار الحصريه خاصه تتعلق انس جابر وكذلك اسكندر المنصوري. شكر خاص مره اخرى على التدخل معنا في الحياه فهم. شكر خاص لايمن ليغ اللي كان في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، عبد الله الحطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الاسبوع القادم، متابعه طيبه لبقيه برامج الحياه فهم. سبيسيال تنس على الحياه فهم. سبيسيال تنس على الحياه فهم، اخبار رياضه كره التنس في كل الجهات. سبيسيال تنس على الحياة فهم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.